حل التدريبات العامة على الوحدة الخامسة إنجليزي تلت ثانوي 2023. General exercises يا شباب على الوحدة الخامسة. Number one, بقول لك the tension was becoming unbearable and I wanted طبعا I want لازم تاخد to من الآخر كده، احنا قلناها عفويا كمان، يبقى I wanted to scream. want to والمصدر، طبعا دي حاجات من الافعال اللي بتاخد تو المصدر ing. بقول لك the poet او poet بتنطق الاثنين، الشاعر uses the of a whole describe emotional impotences، يبقى الشاعر هنا used the ايه بقى؟ الصورة الخيالية، صورة ذهنية او خيالية اللي هي صورة اسمها ايه؟ image. Your first attempt محاولتك الأولى to quit. quit يا شباب معناها يستقيل ويستسلم ويخرج أو يترك، كل ده لازم يتبعه أي نجي أهي، يبقى smoking. I didn't play her records. أنا ما عزفتش أو ما شغلتش records تسجيلات بتاعتها or any of her stuff or touch smell taste سي. تعال نشوف الفرق بين دول. touch معناه يلمس، انا ما لمستش اي حاجه من اغراضها، stuff دي معناها اغراض، تمام، ولا سميل يشم ولا تيست يتذوق ولا سي يرى، لا لم المس، يبقى هنا I didn't touch. 5 the divers hoped. hoped يا شباب من غير ما تكمل يبقى hope to المصدر، hope to unlock، أراد أن يفتح some of the seabed secrets اللي هو يكشف يعني بعض أسرار قاع المحيطات. traditional means of energy اللي هي المصادر التقليدية أو الوسائل التقليدية للطاقة should be ينبغي by a new sources تستبدل، خلي بالك بقى should be substituted by replaced by برضو لأن اتنين معناهم يستبدل بي replaced، لأ يبقى both A and B. I started، خلي بالك بقى I started my own lunch. start مش بتاخد to، بتاخد to المصدر to bring، bringing both A and B، وبرضو هنقول لان هي بتنفع الاثنين. start من الافعال يا شباب اللي بياخد to المصدر وverb plus ing او gerund، ينفع الاثنين وبدون فارق كبير في المعنى. اصحى يا سنة تالتة. please that the balance of my account is at least $400. balance هنا معناها ايه؟ المعادل او الميزانية بتاعت الاكاونت بتاعي، يبقى please check يهز check يفحص make اللي هو يصنع او يجعل ولا sure يتأكد، يبقى هنا check that اللي هي يفحص check that. number 9 بقول لك she stopped another activity in order to eat pizza، بطلت حاجة خلي بالك من الحتة المهمة دي عشان تاكل بيتزا. this means she stopped نقط بيتزا، توقفت لكي تفعل الشيء يا سنة تالتة، يبقى to المصدر، إنما توقف عن فعل الشيء يبقى ing. if you could get that report finished by Friday I would be very، لو انت قدرت تخلص التقرير قبل الجمعة هكون very بقى grateful ممتن، طبعا هكون ممتن لك جدا وشاكر ليك جدا. بقول لك the server forgot، الخادم هنا نسي the fries البطاطس so he apologized اعتذر، خدك من forgot ده لانه بياخد الاثنين، هو جاب البطاطس ولا ما جابهاش؟ لما جابهاش، الفعل لم يتم يبقى طول مصدر، لو الفعل كان تم هناخد ايه؟ ing. 12 بقول لك intelligence is بقى a machine that has the qualities of a human mind، الآلة اللي عندها حاجة زي العقل البشري كده يا شباب، يبقى الذكاء الصناعي. صناعي يعني ايه؟ artificial intelligence artificial. you don't expect to المصدر، من غير ما تكمل الجملة في حاجات كده لازم تكون حافظها يا سنة تالتة.
Today, police launched a campaign. أطلق البوليس حملة لكي road accidents حوادث الطرق عشان يعمل فيها إيه بقى؟ refresh ينعشها، deduce يستنتجها، reduce يقللها، وطبعا دي الإجابة يقلل الحوادث. How much do you earn؟ بتكسب قد إيه؟ If you don't mind، إذا لم تمانع، me خلي بالك بقى، don't me mind me إيه بقى؟ asking to asking ask asked. الفكرة كلها فيها شباب في mind. طب mind دوت من الأفعال اللي بتاخد إيه يا شباب؟ verb ing، يبقى asking mind verb ing. surprisingly بطريقة مفاجأة ومدهشة، she did know but she still got a very high mark. ما عملتش أي مراجعة. في المراجعة أهي revision، خلي بالك بقى vision خلي بالك ليها معناها رؤية أو بصيرة، division تقسيم، وrevival اللي استعادة دي حاجة تانية خالص. 17 I plan أخطط to measure. على طول plan to يا شباب، وخليكم فاكرين الكلمات دي لازم تكونوا حافظين الأفعال دي يا سنة تالتة. The government is unlikely، الحكومة على الأرجح بقى عكسها unlikely من غير المرجح. To agree to the ripples المتمردين، خلي بالك بقى deluge دي معناها طوفان يا شباب، يبقى الحكومة مش هتوافق على طوفان المتمردين، ما تنفعش. demands مطالب، demands معناها ايه؟ مطالب. طب delusion معناها ضلال او غي، اللي هي معناها وهم او الضلال. delusion ضلال او وهم من ضمن معانيها. ومشن او ميشن دي معناها مهمة، اللي هي بتساوي تاسك اللي هي معناها مأمورية او مهمة. تمام. طيب يبقى هنا الحكومة مش هتوافق عليها يا شباب مطالب المتمردين اللي هي demands. A trainer المدرب lets an animal الحيوان إيه freely بقى؟ خلي بالك let وهي مفتاح الإجابة. ليه؟ let ده يا شباب بياخد مصدر بدون to، ومصدر بدون إيه؟ to. let مصدر بدون to، احفظ دي معايا سنة تالتة. A person who is unable to speak can be described as، شخص اللي مش بيعرف يتكلم هنقدر نوصفه بإيه بقى؟ loud شخص صوته عالي، mute ساكن أو صامت، ولا talkative رغاي، enthusiastic متحمس. الكلمة دي مهمة يا شباب، متحمس. We had to interrupt our journey because the car had، مضطرين نقاطع أو نقاطع الرحلة بتاعتنا لأن العربية ها اللي حصل لها broken down تعطلت. broken down عطلت أو تعطلت. Have you read the official and simplified of that novel؟ have شفت بقى النسخة الرسمية واللي هي المبسطة دي، verse قصيدة، vision قلنا رؤية، version إصدار، revision اللي هي معناها مراجعة. Not enough people booked for the excursion، ما فيش ناس كتير حجزت للرحلة يا شباب أو النزهة أو رحلة بالقطار. So it has been على طول اتلغت أو كنسلت، يبقى called off. call off معناها يكنسل أو يلغي. Being a good cook هي لكونه طباخ، اللي بقى good cook طباخ ماهر. A wonderful meal from very few ingredients، يبقى هي إيه بقى؟ created made did both A and B. ينفع أقول لك ابتكر وعمل وجبة؟ يبقى هنقول both A and B. طب they were engaged for 6 months، انخطبوا لمدة 6 شهور. but they decided to break it. break it إيه بقى؟ off، break it down، break it into both B and C. يبقى شباب الإجابة هتكون break off، اللي هو يفسخ او يفصل او ينفصل، لان بريك داون يتعطل، بريك انتو يقتحم مكان. Are you fond of، هل انت مغرم ب doing not shopping using computers؟ طبعا
طالما هنا باستخدام الكمبيوتر بيبقى مش كاجوال، فيرتشوال اللي هي افتراضي تنفع، فيجوال بصري، واكشوال عملي لا. يبقى هنا فيرتشوال افتراضي، فيرتشوال. بقول لك هنا I can give up smoking altogether but I am trying to، انا مش عارف ابطل تدخين يعني مرة واحدة، ولكني بحاول. ايه بقى يا شباب؟ cut off ولا cut down ولا cut out ولا bring out؟ bring out معناها يحضر، ملهاش علاقة بالموضوع. عندك بقى اللي هي يقلل اللي هي cut down اللي هي يقلل او يخفض، عايز احاول ايه؟ اقلل التدخين. Most of our country's population، معظم عدد السكان او تعداد السكان is in delta. يبقى is ايه بقى in delta؟ concentrated، concluded، diluted ولا distracted اللي هي مشتت. لا، معظم عدد السكان وهو متركز، يبقى concentrated متركز فين؟ في الدلتا. 29. What kinds of books do you enjoy؟ enjoy لازم يتبعها I، انجيل يا جيراند، يبقى reading يا سنة تلتة. Prices has risen by، ارتفعت الأسعار by an not of 10% over the past year، يبقى بنسبة أو معدل أو متوسط اللي هي average. Please stop that noise، it's driving me mad، يعني الأمر ده يقودني للجنون. خلي بالك stop to make يبقى توقف لكي تعمل ضوضاء، إنما stop making بطل ضوضاء وبطل إزعاج منك لي، ماشي؟ يبقى stop making. Not so many people are doing home cooking، مش ناس كتير بتعمل الطبخ في البيت. It seems to be on the، يعني يبدو أن الأمر كما لو كان on the decline. خلي بالك ولا declining؟ لا، decline وده حفظ تعبيرات. decline on the decline في الأمر في انخفاض. we managed، manage لازم ياخد to على طول، يبقى we managed to book during his election campaign، أثناء حملته الانتخابية. he promised، promised يا شباب to المصدر على طول، وده حفظ يا سنة تلتة، وركزوا في الحاجات دي. أماني hated from her home in the country في الريف to the noise and bustle life in the city، في المدينة. حياة بقى الضوضاء والإيه إزعاج بتاعت المدينة. يبقى أماني hated being transplanted. خبت لأن أماني هنا مفعول به، مش هي اللي أخرجت، لأ أخرجت، فهي مش حابة أو مش عاجبها اخرجها من هذه الحياة الريفية الى المدينة. Also my question was easy، he refused not it، refuse to المصدر، رغم ان سؤالي كان سهل رفض يجاوب عليه. he couldn't imagine her، imagine خلي بالك بقى، imagine على طول هي we fancy verb plus ing، يبقى he couldn't imagine her studying على طول studying biology after her bad behavior، بعد سلوكها السيء. we had no but to dismiss her، غير ان احنا نقطعها او نفصلها. we had no option، ما عندناش اختيار على طول. no option. I don't enjoy، enjoy verb ing يا سنة تلتة، وصحوا معايا. doing at the end of the news، في نهاية الأخبار. they often give you a، دايما بيدوك ملخص. ملخص يعني يا تلتة summary، ملخص يعني يا سنة تلتة summary. can't you offer، offer يبقى على طول to المصدر، هي دي أفعال to المصدر ing. can you help me، help بقى بياخد مصدر أو to المصدر أو how to المصدر، يبقى help me this software. مش inspire بقى، install خليك معايا سنة تالتة دي، لا install عشان software برمجة داخلية، يبقى install.
وإن ستيل يغرس وإن سبيكت يشتبه. they managed، managed برضو بتاخد to والمصدر، فين to والمصدر؟ يبقى find to find out. they managed to find out that children can pictures of this families brilliantly، يرسموا صور يبقى draw pictures draw. خش على 45 by the time we had finished finish painting أو finished painting our company is able to compete خلي بالك or across the whole world. طالما across the whole world يبقى compete globally عالميا. I can't afford a printer طباعة for my computer يبقى I can't afford to get to get أن أحصل على. طب ليه ما خدناش to have got؟ عشان كده أصبح في فعلين يا شباب ودخلنا في صيغة تانية خالص ليه يمتلك نمينا يحصل على. It's getting dark الدنيا بتظلم please switch the light الدنيا بتظلم يبقى نور النور switch the light on. I began to read reading طب ما بتاخد الاتنين ولا both A and B يبقى هناخد هنا both يا شباب على طول both. To examine facts facts اللي هي الحقائق about a problem عن المشكلة means to look them يبحث أو يفحص خلي بالك examine يفحص ولook خلي بالك into يفحص look إيه into يفحص look into بتساوي check look after يعتني بي look for يبحث عن ولook up يبحث عن كلمة في قاموس. Until now حتى الآن scientists have failed العلماء have failed a cure يبقى أن يجدوا فشلوا أن يجدوا a cure علاج the common cold yet للإنفلونزا العادية حتى الآن. The play was success المسرحية كانت success ناجحة accident يبقى by accident بالصدفة أو عن طريق الصدفة. I can't stand can't stand لازم يتبعه ing اللي معناها لا أطيق. I can't stand reading اصحى سنة تالتة وركز. What are the numbers that they that added together to give the score الحاجات اللي بتضاف سويا عشان تديك السكور بقى اللي هو الايه المحصلة. Medals الميداليات marks علامات grades درجات points نقاط يبقى دي هتكون points النقاط. Don't give up لا تستسلم you have got to keep أنت have got مضطر أو يجب عليك أن to keep keep إيه بقى your work until you have finished يبقى keep on فين on keep on with اللي هي تستمر وتواصل keep on يستمر keep on with. Since not can be changed with computer software programs you can't always believe that or believe what you see خلي بالك since ايه بقى الصورة الذهنية images صورة ذهنية. It's essential ضروري for everyone to the latest technology ان هو يلاحق ويواكب catch up with catch up with يلاحق او يواكب التكنولوجيا الحديثة. I hope you have a few minutes to read the document اتمنى يكون عندك وقت لقراءة ايه بقى document. طالما في حاجة اسمها وثائق يبقى attached اللي راحت فين اهي المرفق او الملحق لا دي detached يا شباب attached اهي ايوه كده عشان النظر خلي بالكم من الحكاية دي دي detached منفصل attached مرفق وملحق. In life في الحياة one many challenges كثير من التحديات which he should face bravely التي يجب أن يواجهها بشجاعة. Keeps on يستمر takes up اللي يأخذ comes across يواجه give up يستسلم لا comes across الواحد بيواجه ودي حاجة معتادة. In the near future في المستقبل القريب people will be able to الناس هتكون قادرة ان هي longer than they can now longer to
do sleep live يبقى live، هيقدروا ان هم يعيشوا اطول مما هم يستطيعوا الان. ترجمة اختياري على الوحدة الخامسة تالتة ثانوي، بيقول لك هنا getting out of the narrow Nile Valley اللي هي الخروج يعني من وادي الايه النيل الضيق، and reclaiming the vast desert واستصلاح الصحراء الشاسعة is our only hope هو املنا الوحيد for a better life لحياة افضل for the coming generations للاجيال القادمة. تعال شوف كده الاختيارات اللي قدامك، يعتبر الخروج من نهر النيل الضيق واستصلاح الصحراء الشاسعة هي املنا الوحيد لاجل مستقبل افضل للاجيال القادمة. خلي بالك بقى هنا قال لك بيتر لايف لحياة افضل، يبقى كلمة مستقبل دي مش موجودة اصلا في الايه في الجملة الاصلية، يعني معنى كده ان انت عرفت ان التلات كان الجمل دول من غير ما تكمل كده غلط، وكمان هنا للمراحل ها القادمة دي برضو غلط، والخروج من وادي النيل الضيق وزراعة الصحراء الشاسعة الخروج من وادي النيل الضيق وزراعة الصحراء الشاسعة هو أملنا الوحيد. يبقى انت عرفت كده يعتبر الخروج من وادي النيل الضيق واستصلاح الصحراء الشاسعة هي أملنا الوحيد لأجل حياة أفضل للأجيال الإيه القادمة، اللي هي دي سنة تالتة هتكون الإجابة الصحيحة بعد حذف الاختيارات الثلاثة. لازم تقرأ الثلاثة الأول وبعد كده تطلع الاختلافات عشان تعرف تحل صح. جملة بقى ترجمة من انجليزي العربي، ولازم برضو يا سنة تالتة تطلع الاختلافات عشان تفهم ايه الفرق وايه الصح وايه الغلط. هنا بيقول لك unfortunately لسوء الحظ man has become so cruel الانسان has become، خبات من has become دي مضارع تام، وقلنا لما تلاقي مضارع تام هتترجم لقد، يبقى لقد اصبح الانسان so cruel قاسيا جدا to animals على الحيوانات everywhere في كل مكان. So it seems there يبدو there is no انه لا يوجد safe place مكان امن on the planet على الكوكب for them لهم لهم اللي هي الايه يعني للحيوانات. تعال اطلع الاختلافات. لسوء الظن، لا مش سوء الظن هو لسوء الحظ، يبقى من اولها كده من اولها كده من غير ما تبدا من غير ما تكمل مش هينفع. غير كده كمان بيقول لك عدوانيا، لا هو بيقول لك قاسيا، يبقى الجمله دي هنا من اولها كده ايه غلط. هنا التانية لسوء الحظ لقد اصبح الانسان قاسيا جدا على الحيوان في بعض الاماكن، لا هو مش بيقول لك في بعض بيقول لك في كل مكان. تمام يبقى دي كده غلط. لسوء الحظ لقد أصبح الإنسان قاسيا جدا على الحيوانات في كل مكان ولذلك يبدو أنه لا يوجد مكانا آمنا لهم على ظهر الكوكب. دي تنفع. وقبل ما نكمل أو نشوف برضو نشوف الأول، لسوء الحظ لقد أصبح الإنسان قاسيا جدا على النباتات، يبقى واقف من غير ما تكمل وارجع بقى رقم جيم دي وقول هي دي الإيه الإجابة الصحيحة رقم جيم. بعد ما عملت ايه سنة تالتة طلعت الاختلافات الاول عشان تتأكد ان اجابتك هي الصحيحة. ترجمة بقى من عربي لانجليزي، لقد تبنت الدولة سياسة الاصلاح الاقتصادي لتضييق الفجوة بين الاغنياء والفقراء. تعالى برضو شوف الاختلافات بين الجمل دي. The state الدولة has adopted وهاز عشان كلمة لقد، ركز يا سنة تالتة، لقد في العربي تترجم مضارع تام، مضارع تام تترجم عربي لقد. يبقى هاز ادوبتد لقد تبنت الدولة ذا بوليسي اوف ايكونوميك ريفورم اللي هي سياسة الاصلاح الاقتصادي تو بريدج تو بريدج ذا جاب لتضييق الفجوة بتوين ذا ريتش اند ذا بور بين الفقراء والاغنياء. ولاحظ حاجة، ريتش غني، اضافة ذا للصفة تصبح جمع، ريتش غني ذا ريتش الاغنياء، بور فقير ذا بور الايه الفقراء. ذا ستيت هاز ادابتد ذا بوليسي اوف ايكونوميك ريفورم تو وايدن، وايدن توسع الفجوه، لا مش هينفع تكمل دي غلط طبعا. ذا ستيت هاز ادابتد ذا بوليسي اوف ايكونوميكال ريفورم،
لا ايكونوميكال دي لا هتبقى غلط، عشان دي كده الصفة ما غلط. تمام. The state has adopted the policy of economic deformity. لا deformity مش هتنفع، دي برضو معناها هنا غلط. يبقى عرفنا كده يا شباب الإجابة الصحيحة هي letter A اللي هي الإجابة الأولى يا شباب، هي دي الإيه؟ الإجابة الصحيحة. الجملة التانية بيقول لك يعاني الناس من التعب والإجهاد بعد الرحلات الجوية الطويلة بسبب اختلاف التوقيت. People suffer from، الناس يعانوا من tiredness اللي هو الإجهاد and exhaustion والتعب after long flights بعد الرحلات الجوية الطويلة because of بسبب jet engine موتور اللي هي اللي الطيارة النفاثة. لا طبعا دي كده غلط، جيت انجاين الموتور بتاع الطيارة النفاثة ده كده غلط يا شباب. اللي بعدها برضو من غير ما تكمل جملة، جيت سبراي اللي هو السبراي بتاع الطيارة النفاثة، لا وهنا برضو بسبب الطيارة النفاثة نفسها جيت بلين، لا جيت لاج اللي هو اختلاف التوقيت. خد بالك بنشوف الاختلافات. يبقى people suffer from tiredness and exhaustion after long flights because of jet lag، ودي الإجابة سنة تالتة. ولاحظ بقى المصطلحات الغريبة دي، عشان هنا jet مع زي كلمة jam كده يا شباب معناها مربع لوحدها، وترافيك جام المرور بقت حاجة تانية خالص. سلت المقال يا شباب. أول سؤال بيقول لك The internet has really made a great difference، عمل فارق كبير to my life. First of all، أولا وقبل كل شيء، however bored I am with my everyday life، وبرغم أن أنا كنت زهقان من حياتي اليومية، I can find a whole set of new friends، بقدر ألاقي مجموعة كاملة من الأصدقاء. when I join a chat group، لما أدخل في جروب اللي هو chat اللي هو الإيه الكلام سويا. this is really enjoyable as they don't know who I really am، يعني دي حاجة ممتعة رغم أنهم مش عارفين أنا مين. so I can say what I like، بحب أقول اللي أنا عايزه. be foolish unconceited، وكمان ممكن أكون أحيانا أحمق بعض الوقت. which of the following closely related to the above mentioned paragraph، إيه بقى من الجمل دي المقارب closely related متعلق بدرجة كبيرة جدا باللي احنا قلناه. the internet never teaches socialization، ان النت مش بيعلم الاجتماعية. لا هو مش بيتكلم هنا على كده. the beauty of the internet is that it creates space for those trapped inside their homes، النت جماله او يعني الفايدة بتاعته ان بيدي مساحة للناس اللي قاعدة في بيوتها مش عارفة تطلع. ممكن the internet is an enormous and growing source of information، مصدر كبير للمعلومات. هو ما قالش ان هو استفاد اي معلومة هنا. the internet is very different from any from an encyclopedia، ان هو مختلف عن الموسوعة. لا برضو ما جابش علاقة الموسوعة بالموضوع. يبقى ليدر بي يا شباب اللي هو بيدي مساحة للناس اللي هي موجودة في البيت ومش طلعت من البيت ان هي تعرف تتنفس او تتكلم. بقول لك كمان هنا here are some tips on timing your answer except one، هنا بعض النصائح لإدارة طبعا ايه اجاباتك فيما عدا واحدة. identify it طلعها. keep to the order of question set، خليك ماشي بنظام ترتيب مجموعات الأسئلة. don't waste unnecessary time، ما تضيعش الوقت الغير ضروري over difficult questions على الأسئلة الصعبة. leave some questions unanswered، سيب بعض الأسئلة مش تجاوب عليهم غير مجابة. select the information you need and re-express it، حدد المعلومات اللي انت محتاجها وابدأ عبر عنها بمرة تانية. في واحدة برة يعني نظام حل الامتحان، لا اللي هي ايه بقى، سيب بعض الأسئلة غير مجاب عنها، ما حدش هيقول لك كده، ما ينفعش اقول لك سيب بعض الأسئلة بدون إجابة، هتسقط يا سنة ثالثة، اصحى معايا. 3 read that this topic sentence، اقرأ هذه الجملة الرئيسية then decide which of the following could be a supporting sentences. خلي بالك الجملة المدعمة او الداعمة اللي هي supporting sentence
بتوضح الفكرة الرئيسية وبتديك كمان أمثلة عليها أو بعض الإضافات للفكرة. My favorite website is youtube.com. يبقى موقعي المفضل هو اليوتيوب. I started using it 4 years ago. عايزين جملة مداعمة للكلام ده؟ لا، ايه بدأت من 4 سنين؟ يعني مش واضحة قوي. My life would be hell without YouTube. حياتي هتكون يعني جحيم بدون يوتيوب؟ مش للدرجة دي يعني. This is a website in which person can watch or upload videos for free. ده موقع الناس تقدر تشاهد او تحمل فيديوهات ببلاش مجانا. ولا both A and B. طب A and B اللي هو انا بدأته من 4 سنين، وهنا my life would be a hell، حياتي هتكون جحيم بدونه. هنا مش هتنفع اول فكرة دي. هي رقم 3 يا شباب، او C اللي هو الموقع دوت، تقدر تحمل او تتفرج على فيديوهات مجانية عليه. دي اللي هتكون الاجابة الايه الصحيحة. نمبر 4 بيقول لك which of the following has right punctuation، علامات الترقيم الصحيحة يا شباب. Describe a well-paid job would like to do and why you are attracted to it. ايه ده؟ A question mark مع جملة؟ لا، ما ينفعش الكلام ده، ولا علامة تعجب ولا نقطة فاضية. هي النقطة عشان دي ايه يا شباب؟ جملة. جملة يبقى full stop او dot. تمام. وبكده يا شباب خلصنا الجزء دوت بتاع الجنرال اكزامز. انتظروا بقى جمل كتاب الطالب وكتاب الاعمال التحريرية. ما تنسوش دعمكم لقناتكم يا سنة تالتة عشان نكمل بيكو ونكبر معاكو. ادعمونا بسبسكرايب، تفعيل الجرس، وياريت تاخدوا ثواب كمان، تشيروا الفيديو، هتكسبوا ثواب في زمايلكو وكمان في قناتكو عشان تكبر معاكو. تحياتي ليكو، دايما معاكو مستر محمد الجاهز.